بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة هي بداية رحلتنا للحداكة. تمنا يعني صارنا متواصلين، ونتمنى إن شاء الله الليلة يعني يبين شيء، لكن لا الحين ما بين شيء. أغلب الباقي قاعدين يأكلون نيم، مكان هادي والجو حلو، وانت يعني إن شاء الله ترجى ما صار اليوم باكر، بس يعذرون على التصوير لأن ظروف شوية، أن الصبي اللي جربت يصورني وهذا سافر، والإنسان هذه الحياة مثل البحر، مرة سجي مرة ثبر، لكن الإنسان يقول الحمد لله على كل حال يصبر، تتحسن إن شاء الله الأمور مرة ثانية، إن شاء الله راح يجي نطلب صبي ثاني وندربه وترجع الأمور من أحسن ما يكون بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اول سمكة طلعت فيها، انا صيد ضعيف جدا، ان شاء الله ترجع الليلة الجاية ان شاء الله تبنى ان شاء الله. ما شاء الله هذا الصور وهنا Thank you.
ضربت ما شاء الله. هذا حمام. هذه حمامة.
الليلة طلعنا هذا الجو واحد الليل، أمس ما بين أي شيء، كل هواء موج. هذه اللي طلعت يعني الليلة حجمها طيب ما شاء الله تبارك الله، أجي إن شاء الله كيس مجاز. أصلاً التصوير أسود. ها؟ هذه الجو الثانية اليوم طلعنا واحدة، هذه الثانية. ما عاد في إلا الجو متى قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أول صيدة اشتريت الجو، إن شاء الله يجينا سمك طيب.